بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نواصل دراستنا في إنجيل القديس مرقس. إحنا في الأسبوع الأخير من حياة المسيح على الأرض قبل الصليب، وشفنا يوم الحد السيد المسيح دخل أورشليم، يوم الاثنين طهر الهيكل، ويوم الثلاث حصلت فيه أحداث كتير. السيد المسيح راح الهيكل، وقلنا ان احنا هنلاحظ ان القديس مرقس طبعا مش بيقدر يقول كل حاجة، مفيش حد من الانجيليين بيقول كل حاجة، لكن ركز على 10 احداث بيذكرهم لنا يوم الثلاث او تعاليم. الحدث الاول كان لعن شجرة التين، لقوها نشفت يوم الثلاث الصبح، لقوها نشفت، ف ربنا يسوع بدأ يعلم تلاميذه عن الصلاة بإيمان، واللي يصلي بإيمان ويكون قلبه صافي ومسامح إخواته صلاته تستجاب. تاني حدث، وده برضو اللي اتذكر في مرقس 11، لما جم الكتبة ورؤساء الكهنة يسألوه وشيوخ الشعب أي سلطان تفعل هذا، فقال لهم أكيد أنتم عارفين لكن جاوبوني علشان أجاوبكم، هسألكم سؤال. وسألهم معمودية يوحنا كانت من السماء أم من الناس. الحدث الثالث اللي خدناه المرة اللي فاتت أنه سيد المسيح بدأ يعلم وشرح لهم مثل الكرم والإيه والكرامين، وده كان إنذار شديد اللهجة لليهود أنه إذا هم ما عملوش ثمر يبقى الكرم ينزع منهم، ملكوت الله ينزع منهم ويعطى لأناس آخرين يجيبوا ثمر فيه. الحدث الرابع، وده برضو اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، لما جم القوم من الفريسيين يسألوه نعطي جزية لقيصر ولا لأ، فقال لهم هاتولي الدينار وروني كده ادي سورة مين دي والكتابة دي، قالوا ده اسم قيصر وسورة قيصر، قال لهم خلاص حاجة قيصر تروح لقيصر وحاجة ربنا تروح لربنا. كده 4 حاجات. النهاردة احنا لسه مكملين في الإصحاح 12 من إنجيل مرقس، هنكمل جزء من الحاجات اللي فاضلة. خامس موقف بقى من عدد 18. وجاء إليه قوم من الصدوقيون، الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين يا معلم كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان 7 إخوة، أخذ الأول امرأة ومات ولم يترك نسلا، فأخذها الثاني ومات ولم يترك هو أيضا نسلا، وهكذا الثالث، فأخذها 7 ولم يتركوا نسلا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. ففي القيامة متى قام لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع وقال لهم أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ لأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. وأما من جهة الأموات إنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس هو إله أموات بل إله أحياء، فأنتم إذن تضلون كثيرا. 10 آيات مهمين قوي. هنلاحظ في البداية أن السيد المسيح قاعد في الهيكل بيعلم، ويجوا ناس يحاولوا يعني يوقعوه يجربوه، وبعدين بعد ما يرد عليهم ويكسفهم يمشوا، ويجي مجموعة غيرهم، وبعد ما يجاوب عليهم يجي مجموعة غيرهم، وكأنه احنا في مشهد كل ده سيد المسيح بطول أناه بيرد،
وبطول أناه بيعلم علشان الناس اللي قاعدة تستفيد، على الرغم من النية السيئة بتاعة الناس اللي جاية تسأله. يعني شفنا بيقول كده في صح 11 عدد 27، يقول وفيما هو يمشي في الهيكل أقبل إليه رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ. أدي فئة، رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، شيوخ اللي هم المعتبرين خبراء أو معتبرين ناس، يعني عارفين كلمة الشيوخ دي؟ اللي هم الإلدرز، عارفين مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ ممكن يعينوا فيه واحدة ست، يعينوا فيه واحد بس عنده خبرة في حاجة معينة، بيبقوا ناس كبار عندهم خبرات معينة فيعينوهم في مجلس الإيه؟ الشيوخ. مع إن المجلس ده ما هوش يعني شيوخ، يعني لا مش لازم يكونوا شيوخ رجالة ولا عواجيز، لكن ده مجلس الشيوخ. فكده الكلمة اللي هي الإلدرز اللي بتترجم في الإنجليزي إلدرز أو الشيوخ بريزفيتيروس جاية في اليوناني، إن هم الناس الكبار بتوع الكنيسة، بيبقوا الكهنة، بيبقوا المرشدين الروحيين الكبار، الخدام والخادمات الكبار، دول الشيوخ. فالمجموعة دي راحت له في الأول وسألوه أنت بأي سلطان؟ رؤساء الكهنة والكتبة اللي بينسخوا الشريعة والشيوخ. مشيوا لما المسيح قال لهم مش عايزين يجاوبوه عن معمودية يوحنا، فقال لهم ولا أنا أجيبكم. مشوا، جه مكانهم الإيه؟ الفريسيين. يقول لك كده أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيروديسيين، صح 12 عدد 13. دي مجموعات تانية، أصناف أخرى، بس كلهم نفس يعني نفس النية السيئة، إنهم عايزين يجربوه علشان يمسكوا عليه غلطة يتهموا بيها ويقودوا للموت. ففريسيين وصدقين وهيروديسيين. الفريسيين دول كانوا بيعلموا الشعب، كانوا معلمين بتوع الشعب، حافظين ومذكرين، وهم اللي على كرسي موسى جلس الفريسيين. الهيروديسيين دول ناس ايه؟ دول ناس تبع هيرودس، كان هيرودس هو اللي بيجندهم يدخلوا في وسط اليهود. يعني مشيوا دول بعد حكاية قيصر والجزية تعطى لقيصر ولا لا، وقال لهم تتعطى الجزية لقيصر لأن دي حاجته وحاجة ربنا تروح لربنا. دول مشيوا، جم الايه؟ الصدوقيين بقى. الصدوقيين دول طائفة ما هيش كبيرة بس كانت ليها نفوذ، وكان بيطلع منهم رئيس الكهنة، كان رؤساء الكهنة الصدوقيين دول مستحوذين على منصب رئيس الكهنة، دايما يطلع منهم، يعني يطلع رئيس الكهنة من فئة الصدوقيين، على الرغم من إنه إيمانهم كان مكسر خالص، مشوه تماما. إيمان الصدوقيين كان مختلف تماما عن الباقيين، ما كانوش بيؤمنوا إن في حياة أخرى ولا قيامة للأجساد ولا إن في أرواح ولا إن في ملائكة، كان إيمانهم يعني ناقص خالص، لدرجة إنه كانوا كمان ما بيؤمنوش غير بأسفار موسى الخمسة بس، بقية أسفار العهد القديم اللي الكتبة بيعودوا ينسخوها، أسفار الأنبياء، أسفار المزامير، ولا حاجة، ما بيؤمنوش غير بالخمس أسفار موسى الخمسة الأولانيين وخلاص، أسفار موسى اللي هي التوراة، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. فدول الصدوقيين. وبعدين بسبب الجهل بالأسفار المقدسة وتمسكهم بالعقائد الفاسدة بتاعتهم، عايزين يسفهوا ويقللوا من قيمة الإيمان بتاع الباقيين،
والعقائد بتاعت الفريسيين والكتبة وبقية الشعب، فبيشككوهم. فبيقول لهم إيه من ضمن الحاجات، يعني بيقول لهم يعني لو واحدة متجوزة أكتر من واحد، لو أنتوا بتقولوا إن في قيامة، طب لما القيامة تيجي يطلعوا فوق في السماء هتبقى مرات أنه واحد فيهم؟ بنوع من السخرية وبنوع من التشكيك في القيامة، في حقيقة القيامة. فهم لما لقوا يعني السيد المسيح معلم قوي وواضح والفريسيين مش قادرين يمسكوا عليه غلطة، والكتبة والهيرود مش عارفين يمسكوا عليه غلطة، فراحوا إيه برضو يسخروا منه في قصة القيامة، وراحوا له. ونشوف رد المسيح كان إيه. بيقول كده: جاء إليه قوم من الصدوقيين. صدوقيين جاية منسوبة إلى صادوق. صادوق ده كان واحد اللي هو ابتدع الطائفة دي، كان زي رئيس كهنة وابتدع الطائفة دي، وما عادتش كتير الطائفة دي، لكن الفكر ما زال موجود. هل تتصوروا إن اليهود النهاردة في نسبة كبيرة منهم لا يؤمنون بالقيامة؟ لا يؤمنون بالقيامة؟ يقول لك هي الحياة على الأرض وخلاص، وبرضه بيصدقوا في الأسفار الخمسة بس. يعني كتير من الفكر بتاع الصدوقيين موجود عند بعض اليهود النهاردة، أن هم يؤمنوا بس بأسفار موسى الخمسة ويهملوا الباقي، وما يقولوا أنه ما فيش قيامة، خلينا نعيش على الأرض ونحوش لعيالنا وعيالنا يعيشوا ورانا وعيالهم يعيشوا وراهم وخلاص، والموت هو نهاية فناء للإنسان ومفيش حياة أبدية. طبعا ضلال. سيد المسيح هنلاحظ بأنه جاوب على دول بالذات بمنتهى الشدة، بمنتهى الشدة وبمنتهى القوة والحسم، وفزي فضحهم كده، فضح كلامهم. الأول طبعا إيه سمع له، بيسألوا سؤال قدام الناس كلها، فجايين إيه هو القديس ماري مرقس وهو بيكتب يقول: الذين يقولون ليس قيامة. يعني زي إيه عايز يشرح للقارئ إنه يعني أخطر حاجة في تعليم الصدوقيين دول إن هم إيه لا يؤمنون بالقيامة. يعني هي الحياة الأرضية دي هي دي كل حاجة، مفيش حاجة بعد كده. وسألوه قائلين: يا معلم، برضو إيه الكلام فيه تبجيله من البداية، كتب لنا موسى. طبعا دي في سفر التثنية صح 25: كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة إخوة، قصة يعني سبعة إخوات بيفترضوا يعني إيه قصة كده ساذجة يعني نادرة الحدوث، أو يعني عمرها ما حدثت في التاريخ ولا عمرها هتحصل، إن سبعة الأولاني كان متجوز واحدة ومات ما خلفش. فكان القصة أو الشريعة بتاعت موسى إن الأخ ياخد الزوجة دي غير زوجته، ياخدها يبقى مسؤول عنها، ويخلف منها الولد اللي يخلفه ياخد ميراث أبيه عشان ميراث أبيه ما يضيعش. يعني لو أبوه عنده حتة أرض والزوجة ماتت، خلاص الأرض دي هتروح فين؟ اسم الشخص نفسه هيتنسي في التسلسل النسب. فلا، الأخ ياخد الزوجة ويخلف منها، والولد اللي يتولد يتكتب باسم الأب الميت، ويورث الأب الايه الحتة الأرض بتاعته، يورث الميراث، ويفضل اسم الأب الميت حي بقى كده، لأنه بقى في ولد ده ابن فلان، وبالتالي بيبقى في حاجة اسمها نسب شرعي ونسب فعلي، يعني نسب حقيقي. الولد ده ابن الأخ، لكن بيتحسب
للراجل اللي مات. فشرعيا بيتحط كشرعي ابن اللي مات، لكن النسب الحقيقي هو مولود من العم، فالعم ده هو اللي محسوب في الشريعة عمه، هو باباه الحقيقي يعني. المهم يعني انه ايه، حكوا له القصة الغريبة دي وقالوا له افرض ايه التاني كمان مات وما كانش يخلف، فخدها التالت، خدها الرابع، خدها الخامس، خد كله بيموت 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 بيموت، والست يعني عايشة، كل ده الست عايشة وهم بيموتوا ورا بعض. ها يعني قصة سخيفة، لحد لما ايه ماتوا السبعة، وفي الآخر بقى وفي الآخر الست ماتت من غير ما تخلف خالص. طيب القصة بقى مش قصة النسب، هم بيحكوا القصة علشان خاطر ايه، علشان خاطر ينكروا حقيقة القيامة. فقالوا له طب بص بقى، ففي القيامة ما تقاموا، يعني إذا كان ده فعلا دي حقيقة يعني، ففي القيامة ما تقاموا، لمن منهم تكون زوجة؟ هيتخانقوا عليها السبعة ولا إيه؟ لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. راح السيد المسيح ردد عليهم بقى رد شديد جدا، فأجاب يسوع وقال أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ ده بي يعني بيشدهم قدام الناس كلها، قال لهم انتوا ضالين عشان ما بتفهموش لا الكتب ولا قوة الله، لا انتوا دارسين الكتب، ما انتوا حاذفين معظم الكتب شايلينهم من حساباتكم، معظم اسفار العهد القديم شايلينها من حساباتكم، ومع ذلك انا هرد عليكم من الخمس اسفار اللي انتوا ايه بتؤمنوا بيها. تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وكأنه معرفة الأسفار المقدسة بتدي قوة روحية للإنسان، وبتخليه يختبر قوة الله في حياته، وعينيه بتنور وإيمانه بينور وبيفهم، فما يضلش ما يضلش. لكن ياخد كلمة ويخطفها ويجري، ياخد كلمة ويخطفها ويجري ويقول لك لا هي كده وبس، وانا استلمتها كده من اللي قبليه. يا سيدي اللي قبليك ده صح ولا غلط يعني؟ مش يمكن اللي قبليك ده ما كانش فاهم، كانت معلوماته ناقصة يا سيدي. ارجع للأصول، ارجع وشوف وتعلم وادرس وقيم. فدول السيد المسيح وصفهم ان هم ضالين، وفي بداية الكلام كده على طول قال لهم أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ وراح رادد الإجابة على الكلام بتاعهم في ناحيتين. أول حاجة أكد لهم إن في القيامة الوضع مختلف، إحنا مش هنبقى قايمين بالجسد المادي ده، إحنا هنكون بجسد مفهوش مذكر ومؤنث. المذكر والمؤنث ده لزوم الأرض، لزوم البشرية أنها تنمو، إن حواء تعين آدم والاتنين يكملوا بعض، ومن خلال المحبة والوحدة ينمو الجنس البشري. لكن في السماء يكونون كملائكة الله، ما عندهمش جندر، ما عندهمش مذكر ومؤنث. متى قاموا من الأموات بأكده القيامة، لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. القديس لوقا والقديس متى ذكروا الحادثة دي، وكل واحد قالها بشكل بزيادة، كلمة كده زيادة. القديس لوقا بيقول لأنهم أبناء القيامة يكونون كملائكة الله، أبناء القيامة وضع مختلف، دول أصبحوا أبناء القيامة، مش لسه أبناء الموت. إحنا بنتولد وعارفين إن الجسد ده له عمر افتراضي وبينتهي،
والتراب يرجع للتراب، لكن المولودين من الله لهم حياة أبدية، أخذوا من الله حياة أبدية. وحنقوم زي ما القديس بولس الرسول قال إيه؟ قال إذا نقض يعني اتهدم بيت خيمتنا الأرضي يعني جسدنا، فلنا في السماء بناء من الله غير مصنوع بيد أبدي، بناء تاني. حتى شبه الجسد الأرضي بالخيمة، وشبه الجسد السماوي بالإيه؟ بالبناء. مين اللي أقوى؟ مين اللي يعيش أكتر؟ يعني الخيمة عمرها ضعيف قوي وقليلة قوي يعني في إمكانياتها وفي تحملها، وبتعيش هتعيش سنتين ثلاثة خمسة، هتعيش قد إيه؟ خيمة صغيرة. لكن في السماء لينا بناء، حاجة ثابتة راسخة، في جسد سماوي غير مصنوع بيد، يعني مش مادي، مش مادي. فقال لهم كده ربنا يسوع، قال لهم ما تقاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة في السماوات. واضح؟ دي أول إيه؟ نقطة. تاني نقطة بقى عايز يأكد على إن الأموات هيقوم. يبقى النقطة الأولانية إنه القصة اللي أنتوا قلتوها هفترض إن هي حصلت فعلاً، مفيش فوق في السماء زوج وزوجة، احنا كلنا هنبقى عيلة الله وكلنا زي ملايكة، كلنا حوالين العرش، كلنا متمتعين بربنا، بنسبح ربنا زي الملايكة، ما عندناش ثنائيات ولا يعني احنا كلنا هنبقى عيلة الله، فما فيش زوج وزوجة، ما فيش زواج في السماء عشان تقولوا لي الست دي مع الراجل ده ولا مع الراجل ده. لا، ما عندناش كده، ما عندناش ست دي مع الراجل ده ولا الراجل ده مع الست دي. ما فيش في السماء رجاله وستات، ما فيش في السماء رجاله وستات، في السماء كلنا هنبقى كملائكة الله، كل واحد بشخصيته. اتفضلي. فدي أول حاجة. تاني حاجة بقى قال لهم لا، الأموات دول أحياء، يعني اللي انتقلوا من هذا العالم أو ماتوا من هذا العالم لم يفنوا، لم يفنوا، موجودين موجودين موجودين. راح عاطلهم المثل بقى من إيه؟ من الخمس أسفار بتاعت موسى، حط بالذات اللقاء بتاع موسى مع ربنا. أما من جهة الأموات أنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العلايقة كيف كلمه الله قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ مش ربنا قال له كده؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا ماتوا بقالهم قد إيه؟ 300-400 سنة، 500 سنة، يعني مدة طويلة. كان دول، طب هو هيقول على حاجة مش موجودة؟ يقول أنا إله إبراهيم وإبراهيم ده مات مش موجود؟ ما هو أكيد موجود. ولما يقول أنا إله إسحاق وأنا إله يعقوب يبقى دي ناس أحياء، ليس هو إله أموات بل إله إيه؟ أحياء. فأنتم إذا تضلون كثيرا. فافتتحها أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، واختتم حديثه بإيه؟ فأنتم إذا تضلون إيه؟ كثيرا. فدول بالذات اتعامل معاهم بشدة من ناحية التعليم، قال لهم أنتوا ضالين تماما، في ضلال مسيطر عليكم، في طوائف موجودة بالمنظر ده، أيوه، ومسيطر عليهم الضلال النهاردة، لا يؤمنوا بكذا ولا يؤمنوا بكذا، فيش حاجة اسمها جسد ربنا ودمه، فيش حاجة اسمها
ايه ده؟ وتحاول تشرح له من الكتاب المقدس ومن حياة الكنيسة ومن ممارسات الكنيسة على مدى العصور، وتشرح له فكرة يعني ايه نتولد من جديد، يعني ايه ناخد البنوة لله، يعني ايه نتغذى على جسد ربنا ودمه، لان احنا اعضاء في جسده الحي. ضلال بيسيطر على الفكر، وممكن تلاقيه مستحوذ على ميديا، مستحوذ على منصب معين، زي جماعة الصدوقيين دول اللي كانوا مستحوذين على ايه؟ على منصب رئيس الكهنة. مش حاجة بسيطة يعني، كانوا أغنياء وكانوا أصحاب نفوذ، كانوا مستحوذين على منصب رئيس الكهنة. تخيل رئيس الكهنة ده لا يؤمن بالقيامة، لا يؤمن بالقيامة. فكان طبعا الوضع ايه، وطبعا صراع القوة عند اليهود الفريسيين من ناحية والصدوقيين من ناحية. بس عارفين بيقولوا في المثل المصالح ايه تتصالح، المصالح تتصالح، يعني عشان انا مصلحتي برضو مصالح مادية مش شهادة لربنا، مش شهادة للحق، مش تعليم بالحق. صدوقيين كان تعليمهم مشوه تماما زي ما احنا شايفين كده، كانوا ما بيؤمنوش بالحياة الأبدية، مش بيؤمنوا بالقيامة، مش بيؤمنوا بمعظم أسفار الكتاب المقدس. والفريسيين كانوا شغلين الناس بطقوس وبعوائد وبتقاليد فارغة بعيدة تماما عن روح الوصية. ده الوضع للأسف، ومتصالحين مع بعض وماشيين بياكلوا عيش مع بعض علشان خاطر مصالحهم المادية. ولاد ربنا حاجة مختلفة، ولاد ربنا بيشهدوا للحق، دايما بيطلبوا ربنا ينور لهم ذهنهم، يسمحوش للضلال يسيطر على ذهنهم، بيفهموا الإنجيل كله كله، مش بياخدوا حتة ويسيبوا حتة، وفاهمين عمل ربنا في حياتهم، والروح القدس بيقود حياتهم، فقوة الله بتشتغل معاهم. عشان كده المسيح قال للجماعة دول، قال لهم انتوا بعيد تماما عن قوة الله، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فين ربنا في حياتهم؟ ما فيش، شوية قوالب كده حافظينها في ذهنهم، شوية حاجات، ضلال مسيطر عليهم. عشان كده السيد المسيح قال لهم أنتم إذا تضلون كثيرا. فكروا بس، فكروا، ربنا يقول لموسى أنا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إيه دخلنا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ من دول انتهوا. لو كانوا يعني انتهوا ما كانش ربنا يقول أنا إلى إبراهيم وإلى إسحاق وإلى يعقوب. لو كان اللي راحوا السماء انفصلوا تماما عن الأرض أو غابوا تماما عن الوجود، لا، الله إله أحياء وليس إله أموات، زي اللي ينكر النهاردة شفاعة القديسين، يقول لك خلاص اللي راحوا السماء ما لناش دعوة بيهم. ليه يا حبيبي؟ ليه ما لناش دعوة؟ مش دول أعضاء في جسد المسيح برضو؟ ولا لما راحوا السماء انفصلوا عن جسد المسيح؟ مش دول أعضاء جسد المسيح؟ مش إحنا بنصلي لبعض وإحنا على الأرض؟ طب وليه يطلع السماء يوقف صلاة؟ احنا نصلي له وهو يصلي لنا، لان احنا ما زلنا اعضاء في الجسد. بالعكس، ده اللي راحوا السما دول خلعوا الخيمه التقيله اللي مليانه بالمتاعب والامراض والاوجاع والازمات وانطلقوا. دول يبقوا اكثر حريه في الصلاه وفي التسبيح وفي خدمه الكنيسه. عشان كده القديسين بيخدموا الكنيسة خدمة هايلة هايلة، زي ما بنقول بالانجليزي behind the scene، behind the scene، الناس مش شايفة، لكن القديسين دول بيسندوا الكنيسة من وراء الستار كده. حتى الكنيسة ما بترضاش تخليهم وراء الستار، الكنيسة حطهم لنا حوالينا كده، شوفوا كأنها نوافذ. القديسين دول نوافذ دي مفتوحة على السماء، والقديسين بيطلوا علينا من السماء.
السكة مفتوحة بيننا وبين السماء، سكة مفتوحة. القديسين دول أعضاء في جسد المسيح، أحياء اشتغلوا بيساعدونا وبيشجعونا. شوف القديس بولس الرسول قعد يفتكر القديسين بتوع العهد القديم رجال الإيمان، وبعد ما خلص لستة طويلة عريضة في عبرانيين 11 يجي في عبرانيين 12 يقول إيه؟ يقول إذ لنا سحابة من الشهود محيطة بنا هكذا، سحابة محوطانا بتشجعنا بتضلل علينا، فلنطرح الخطية وثقل الخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، نجاهد زيهم، نتعلم منهم ونتمثل بإيمانهم، مش كده؟ لكن الصدوقيين دول كانوا فعلا ضالين، ضالين تماما. يعني مش بس بيشغلوا الناس بكلام تقاليد بالية ملهاش أساس زي الفريسيين، لا، دول الصدوقيين دول كانت تعليمهم خطيرة جدا، يعني ضد الإيمان خالص، ضد الحياة الأبدية. يعني إيه؟ يعني مفيش حساب؟ يعني تعمل اللي تعمله وخلاص، ومفيش الوزنات اللي انت خدتها، السيد مش هيجي علشان خاطر يحاسبنا يقول لنا فين الوزنات واعطي حساب وكالتك، ازاي يعني؟ والانسان موت الانسان يبقى زي موت، يعني سامحوني في الكلمه، زي الحيوانات وينتهي ونفسه تفنى. تعرفين مين اللي برضو واخدين منهم حتة كده برضو؟ شهود ياهو. شهود ياهو يؤمنوا بحاجة مختلفة غريبة جدا، أقول لهم عقائد ضلال، ضلال فظيع. الأبرار المسيح هيجي لهم وربنا هيعيشهم على الأرض، على الأرض، ما عندهمش ملكوت السماوات، عندهم الأرض، دول الأبرار. طب الأشرار يقول لك هيفنوا، هيفنوا، مش هيبقوا متواجدين، هيفنوا خالص. شوفوا التخاريف يعني بتاعت عقائد فاسدة ليه؟ كل واحد بقى يعمل لنفسه أي حاجة كده ويعلم الناس. فدول الإيه؟ الصدوقيين. هتلاحظوا إنه رد المسيح عليهم كان رد شديد، وصفهم ان هم ضالين في بدايه كلامه وفي نهايه كلامه، وقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله، وتضلون كثيرا، تضلون كثيرا. ومع ذلك طول باله عليهم وسمع كلامهم وفند القصه اللي قالوها وشرح لهم وفهمهم ان في السماء ما فيش غير، هنبقى كلنا زي الملائكه، ما فيش جنس مذكر وجنس مؤنث، وفي السماء الجميع عند الله أحياء، الله إله أحياء وليس إله أموات. طبعا تقول لي طب بس احنا ما احناش شايفين الناس اللي في السماء دول، فين بقى؟ احنا شايفين جسم بعد ما فرقته الروح اترمى في التراب، ازاي نتعامل مع الله اللي هو بتقول عنه انه اله احياء وليس اله اموات؟ هقول احنا هنمشي معاه بالايمان. يعني ايه الايمان؟ يعني ثقه في كلامه، ثقه في كل كلمه قالها لنا، في كل وصيه اوصها لنا، وبنتعلم من كلامه، لان من كلامه ده اتكشفت لنا الحقيقه. الحق بيكشف لينا من خلال كلام ربنا، والإيمان هو تعليق حياتنا على كلمة ربنا. الإيمان هو ده اللي احنا بنسير مع المسيح بالإيمان، نسير مع ربنا بالإيمان. طبعا كده فهمنا ان الزواج هو نظام للحياة الايه؟ الأرضية، للحياة الأرضية.
الزواج هو نظام إلهي عظيم جدا وجميل ومبارك للحياة الأرضية، وبعدين بنطلع نخلع الجسد ونوصل للسماء مفيش النظام بتاع الزواج، هنبقى كلنا نفوس بتتمتع بالوجود مع ربنا وبتسبيحه وبتمجيده وبالحب بتاعه وبالعشرة معاه. كده احنا خلصنا كم موقف يوم الثلاث؟ 5. موضوع جفاف شجرة التين والصلاة، الصلاة بإيمان وبتسامح. 2، من أعطاك هذا السلطان؟ وحكى لهم إيه؟ قولوا لي معمودية يوحنا كانت من السماء أم من الإيه؟ من الناس. 3 موقف كان مثل الكرم والإيه؟ والكرامين الأرضياء. الموقف الرابع كان إيه؟ الجزية. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فقال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. خلاص؟ الموقف الخامس بتاع الإيه؟ الصدوقيين، حديثه مع الصدوقيين. ندخل في الموقف السادس، بس ده موقف لطيف. الموقف السادس ده موقف حوار بينه وبين شخص، بس الراجل ده زي ما تقولوا كده إيه؟ عجبوا جدا إجابات المسيح على المواقف اللي فاتت كلها، أو واحد من ضمن الناس اللي قاعدين. فكل موقف السيد المسيح شرح وجاوب فيه جاوب إجابات جميلة جدا. هنشوف بقى. فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، الجماعة الصدوقيين والمسيح بيرد عليهم. فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليست وصية أخرى أعظم من هاتين. لسه في بقية الكلام، بس أول حاجة بنلاحظها إيه؟ إن المسيح جاوب الراجل ده زي ما تقولوا إيه؟ إجابة نموذجية، مش كده؟ ما ردش عليه بسؤال، ما انتهروش، ما لأن الراجل ده كان جاي بصدق، جاي بصدق وعايز يعرف، شايف إن المسيح ده كمعلم مفيش زيه، مفيش زيه أبدا. فقال لا، ده أنا أعرف كده يحط لي القواعد الأساسية اللي أنا أمشي عليها. فبيتكلم بصدق، فالسيد المسيح جاوبه بكل صدق وركز جدا، وراح شارح له ملخص الناموس والأنبياء. واضح؟ فالراجل زي فرح جدا. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه. اسمع إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس، بعيد الكلام اللي قاله المسيح يعني، هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يا سلام، الرجل ده تجاوز بقى الحرفيات خالص. الرجل ده فهم أفضل من جميع المحرقات والذبائح اللي الناس شغلة نفسها بيها دي. فهم جدا، فالمسيح فرح بيه جدا. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله. خلاص، خلصوا كل اللي عندهم، رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ والفريسيين والهيروديسيين والصدقيين، كله خلص اللي عنده، والمسيح رد عليهم كلهم وشرح لهم كلهم. خلاص، وجه الراجل ده ايه؟ كان حاجة حلوة كده في الآخر. ايه رأيكم؟ المفتاح بتاع الراجل ده ايه؟
قلبه وغرضه المستقيم وعقله الراجح اللي بيفكر من غير ما يقفل على نفسه في قوالب معينة. ما في ناس بتقفل على نفسها في قوالب بيقولك هي كده. طب فكر حبيبي، وربنا عطيك العقل ده مش عشان تركنه، علشان تفكر وعلشان تعرفه. والعقل البشري ده، ده واخد من نور العقل الإلهي، ده حتة من نور العقل الإلهي. والحكمة اللي موجودة في العقل البشري هي جزء بسيط من الحكمة الإلهية الأزلية، من اللوجوس، من الابن نفسه. فده نور لجوانا، ليه ما ننوروش؟ ليه نحط عليه مكيال؟ وليه يقفل على نفسه ما يفكرش؟ ده بيبقى بيحط على النور ايه؟ مكيال. الدنيا هتضلم عنده. لكن الراجل ده يقولك اجاب بعقل، فكر. البداية هو بيسأل بايه؟ بغرض مستقيم، بغرض مستقيم، وجاي كده ايه؟ حس ان المسيح ده كنز الصالحات، ده كنز، على رأي القديس بولس الرسول لما قال في كولوسي المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. بس بيقول عن المسيح ايه؟ المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. فهو الرجل حس كده، يقولك لما رأى أنه أجابهم حسنا بدأ بقى يسأله، قال له يلا نبتدي بإيه؟ إيه الوصية اللي هي أول الكل؟ فالمسيح راح مجاوبه إجابة يعني بدون بقى ما يسأله، بدون ما عرف إن الراجل ده عنده استعداد حلو وقلبه مستقيم. وفي ناس كتير على فكرة من اللي كانوا قاعدين يسمعوا المسيح كانوا بالمنظر ده، فالراجل ده عبر عنهم، عبر عنهم، كان عنده الشجاعة إن هو يسأل. والسيد المسيح راح مجاوب، والإجابة دي لينا كلنا مش بس للراجل. قال له بص يا سيدي، إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب إيه؟ واحد، واحد، زي ما جت في الإيه؟ في الوصية الأولى والثانية، لا يكن لك آلهة أخرى إيه؟ أمامي، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ما نخلطش ده مع ده، المال مع ربنا، مع الشهوات، ما هو الرب إلهنا رب واحد. وبعدين علاقتنا به تبقى علاقة إيه؟ محبة أولا وأخيرا. الحكاية لا طقوس ولا الحاجات دي، زي مسارات عشان تجري فيها المحبة، دي أنظمة نمارس عن طريقها المحبة، لكن هي أساس علاقتنا بربنا الإيه؟ المحبة. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل القلب مركز الروح والوجدان والمشاعر، ومن كل نفسك العقل، النفس العاقلة، العقل والإرادة، ها؟ والإرادة، النفس فيها العقل وفيها الإرادة. تحب الرب إلهك من كل نفسك ومن كل فكرك، يعني كل الأفكار تبقى متوجهة في اتجاه ربنا، هو اللي ينور لنا فكرنا فنحبه، لأنه هو النور، هو النور الحقيقي. وبعدين ومن كل قدرتك، يعني من كل عافيتك، من كل بكل إمكانياتك الجسدية وكل إمكانياتك، يعني مش بس الجسدية، كل الإمكانيات، من كل قدرتك تبقى كلها مكرسة لحب ربنا. هذه هي الوصية الأولى. والثانية مثلها، وواحدة تانية مثلها، يعني نفس مستواها، إنك تحب قريبك كنفسك. طبعاً محدش هيعرف يحب قريبه إلا لو عرف يحب إيه؟ ربنا. لو أخذ من حب ربنا، لو اتملى بحب ربنا هيعرف يحب قريبه. لكن لو هو مش مليان بحب ربنا تبقى صعب عليه يحب قريبه. فاكرين طبعا كلمة قريبه دي جت السيد المسيح شرحها قبل كده، مش كده؟
عطى عليها مثل. فاكرين لما الرجل سأله قال له من هو قريبي؟ عطى له المثل بتاع الايه؟ السامري الصالح، يعني اللي انا شفته في سكتي هو ده قريبي، اللي بلاقيه في وشي هو ده قريبي، ايا كان يهودي سامري امريكاني مكسيكاني صيني هندي، اي حد ربنا بيحطه لي في سكتي هو ده قريبي. تحب قريبك كنفسك، يعني تحب الكل، تحب الكل. ولذلك الواحد يجيب القدره دي، حب ربنا لما يملى القلب، لما الانسان يعرف يحب ربنا من كل قلبه، من كل قلبه، يعني انا هسلم قلبي لربنا فيملاه بحبه. وانا هجيب منين؟ ده احنا حتى نقول له زي سليمان ما قال له من يدك واعطيناك. هو اللي بيسكب حبه في قلبنا، فبنعرف نحبه بالحب ده. نحن نحبه لانه هو احبنا ايه؟ اولا، هو اولا. فهو لما محبه المسيح انسكبت في قلوبنا بالروح القدس بنعرف نحبه، اثرنا بحب، غمرنا بحب، فبنعرف نحبه ونحب كمان الايه؟ الاخرين. تحب قريبك كايه؟ كنفسك. تحس الراجل بيسمع المسيح بيسجل كل كلمه في ذهنه وفي قلبه، فراح عايد نفس الكلام وبيعيده علشان يفكر نفسه بيه ويثبته في ذهنه. ها، زي ما كده الواحد يقرا وصيه في الانجيل وبعدين يقعد يكررها كده عشان يثبتها في ذهنه ويكررها لنفسه علشان تكون هي القائد لحياته يعمل بيها. فالرجل على طول راح جاي ايه؟ قال جيدا يا معلم. الله، زي ما احنا بنقول كده باللغه البلدي بتاعتنا، الله، فعلا فعلا بالحق قلت، لان الله واحد وليس اخر سواه، محبته من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر ومن كل القدره، محبه القريب كالنفس هي افضل من جميع المحرقات والايه؟ والذبائح. فعلا هي دي اللي لها الاولويه. احنا ما قلناش المحرقات والذبائح هنوقفها، لكن الاساس والوصية الأولى، وده اللي أنا كنت بسأل عليه لما جيت أقول لك ما هي أي وصية هي أول الكل، أنا كان قصدي كده أعرف. ففعلا محبة ربنا هي الأساس. بعد كده تيجي الثمار اللي بعد كده في أعمال الخير، في العبادة، في الخدمة، إلى آخره. فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل، يفرح المسيح لما احنا نشغل مخنا ونستقبل كلامه بقلبنا وبذهننا. قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، لست بعيدا عن ملكوت الله. انسان اللي بيفكر وبيبحث بصدق عن الحق ده هيوصل، مش هيبقى بعيد عن ملكوت الله، هيوصل. بعدها لم يكسر أحد بعد ذلك أن إيه؟ أن يسأله. خلاص بقى سابوه هو يتكلم بقى، يكمل تعليمه بدل ما يجوا إيه؟ يجربوه يقطعوه، سابوه يكمل. دي الحادثة رقم كام؟ ستة؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. طب نقول تاني، الصلاة مع موضوع جفاف شجرة التين، اثنين معمودية يوحنا، ثلاثة الكرم والكرمين، أربعة إعطاء الجزية، إعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بعد كده نمرة خمسة الإيه؟ الصدوقيين. نمرة ستة الراجل ده اللي من الكتبة بتاع تحب الرب إلهك من كل إيه؟ قلبك. ولما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت إيه؟ ملكوت الله. الموقف السابع بقى، الموقف السابع ده المسيح هو اللي هو بيعلم، حب يبتدي يفتح ذهنهم شوية على النبوات، يفتح ذهنهم شوية النبوات اللي خاصة بيه. ثم أجاب يسوع، من عدد 35، ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل كيف يقول الكتبة
أن المسيح ابن داود، لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ كده السؤال إيه؟ وقف على كده. وكده تعليق صغير من القديس ماري مورس: وكان الجمع الكثير يسمعه إيه؟ بسرور. ده في وسط الكلام كده، طبعا القديس ماري مورس هنا بيشرح بـ 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 بتركيز خالص. في مذكورة طبعا القصة دي أو الكلمة دي في إنجيل متى وفي إنجيل لوقا بتفصيل شوية زيادة. هو قاعد بيعلمهم، عايز يشاور لهم على نفسه، عايز يقول لهم إن التعاليم اللي أنتم بتسمعوها دي كلها في الشريعة وفي أسفار الأنبياء وفي المزامير دي فيها حاجات مهمة تخصني. فبيقول لهم: إيه رأيكم يا جماعة؟ الكتبة بيعلموكم، كتبوا الفريسيين دول كانوا بيعلموا، بكتبوا بيقولوا إن المسيح ابن داود، إن المسيح اللي جاي ابن داود. شوفوا الكلام هنا، المسيح بيتكلم عن نفسه وبدأ يلمح لهم، يقول لهم المسيح ابن داود، عايز يقول لهم إيه؟ زي السامرية لما حست بيه كده، حست بيه فقالت له: أنا أعلم أن مسيا يأتي. حست أنها قريبة قوي من المسيح، قال لها: أنا هو. فالمسيح بنفسه اللي بيتكلم، فحب يقول لهم: إيه رأيكم؟ الكتبة مش بيقولوا لكم إن المسيح هو ابن داود؟ قالوا له: أيوة. قال لهم: طب إيه رأيكم بقى إن داود نفسه قال في المزمور بالروح القدس؟ خلوا بالكم الحتة دي لطيفة قوي، يعني المزامير دي مكتوبة إيه؟ بالروح القدس. ده الكلام ده المسيح اللي بيقول إن المزامير دي اللي إحنا بنصليها دي مكتوبة بالروح القدس، فمليانة خير، مليانة أسرار، مليانة كنوز، مليانة معاني، مليانة نبوات. فبيقول إيه؟ أيوة، الكتبة بيقولوا لكم أن المسيح هو ابن داود، لكن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. إيه ده؟ دي جت في المزمور رقم، حد يعرف؟ مزمور بنصليه في الساعة 9، موجود في الساعة 9، سابع مزمور في الساعة 9: قال الرب لربي اجلس عن يمين. لا، مزمور 110، مزمور 110. في مزامير كلها بتتكلم عن المسيح، بيسموها الآباء مزامير مسيانية، مسيانية جاية من بتتكلم عن مسيح، المسيح. فمن ضمنهم المزمور الثاني اللي هو: لماذا ارتجت الأمة وتفكرت الشعوب في الباطل؟ من ضمنهم المزمور اللي هو 110 ده بتاع قال الرب لربي، وفي مزامير تانية. فدي مزامير كلها عن المسيح. فقال لهم: إيه رأيكم؟ يعني إيه داود يقول بالروح القدس قال الرب لربي؟ الرب هو الله، ربي الربي، وفي الرب وفي ربي، يكونش ده هو ابنه المسيح؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. وبعدين راح المسيح شارح حتة صغيرة كده وقال: فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ أيوة، يبقى هو يقصد كده: قال الرب لربي، الرب هو الله والرب هو المسيح. وإزاي المسيح يبقى ابن داود وفي نفس الوقت هو إله داود؟ إزاي هو ابن داود وإزاي هو رب داود؟ الكلام البسيط، جملتين صغيرين شرحين كل حاجة، شرحين لنا التجسد، شرحين لنا الإيمان بالمسيح، شرحين لنا الثالوث، مش كده؟
فهو ابن داود بحسب الايه؟ الجسد، حسب النسل، الجسد حسب ناسوته. وهو إله داود ورب داود بحسب ايه؟ لاهوته. فهو المسيح واحد، في لاهوت كامل وناسوت كامل في حالة وحدة، فهو بلاهوته هو رب داود اللي هيجلس عن يمين الآب. في يمين الآب يعني ايه؟ قوة الآب، قوة أبناء الله. احنا هو ابن الله بالطبيعة وجوهر، واحنا خدنا ورفعنا خلانا عن يمين الآب، يعني بقينا في كرامة أولاد الله. فهو رب باللاهوت وهو ابنه بحسب الايه؟ الجسد. وهنا برضو وضح ان الاب والابن في نفس المستوى. قال الرب لربي اجلس عن يمين، اجلس عن يمين يعني احنا في نفس الايه؟ في نفس الليفل، في نفس المستوى. فهو بلاهوته مساوي للاب في الجوهر، وبناسوته مساوي للبشر في الايه؟ في الطبيعه بتاعتهم والجوهر بتاعهم. مش كده؟ شوفوا الشرح سهل خالص. فالمسيح بيفتح ذهننا، بيفتح ذهننا على الإيمان. وكأنه هنا بالذات يعني هتلاحظوا الحتة دي، بدأ يتكلم عن نفسه علانية، إن هو الله الظاهر في الجسد، هو المسيح ابن داود، هو ابن الله، هو الجالس عن يمين الآب. مش كده؟ فبدأ بيتكلم عن نفسه، مين هو من جهة ناسوته ومن جهة إيه؟ لاهوته. فهو ابن داود بالناسوت وهو رب داود بالإيه؟ باللاهوت. طريقة المسيح طريقة جميلة وسهلة. حط المزمور وقال لهم إيه رأيكم؟ مش هما بيقولوا المسيح ابن داود؟ وداود بيقول عليه إنه هو ابنه. المسيح الرب هو ابن داود وهو رب داود. بقت واضحة خالص. عشان كده الناس البسطة كانوا بيسمعوه بسرور، يقول لك كان الجمع الكثير يسمعه بإيه؟ بسرور. نكتفي بالجزء ده، احنا كده وقفنا عند آية 37، والمرة الجاية نكمل من أول آية 38، وخلصنا كم حدث؟ سبعة. في كل ده احنا في اليوم الثلاث لسه. إن شاء الله المرة الجاية نكمل يوم الثلاث بقى على بعضه، لأن لسه عندنا ثلاث حاجات، حاجتين صغيرين وحاجة كبيرة واخدة إصحاح كامل. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. أي تعليق أو سؤال؟ هو بيفتح ذهنهم أهو. كلام كبير، كلام كبير عليهم اليهود، بس هو بيفتح ذهنهم أهو. مش ده مكتوب في المزمور؟ وداود قال الكلام ده بالروح القدس. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت موطئ قدميك. يعني ده في عدو وفي انتصار وهو عن يمينه. طب ما هو عن يمينه على طول، بس اجلس دي يعني دي حاجه هتحصل في الزمن ده، معناه انه هياخدنا ويرفعنا نبقى عن يمين الاب. فدي حاجه لا، دول ضالين خالص. الصدوقيين دي المسيح يعني قال عليهم انتوا تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. ماسكين في قشرتين كده ونفشين نفسهم، وكفاية ان هما رئيس الكهنة من عندهم، فبيفتخروا بكده. لكن لا يعرفون، قال لهم انتم تضلون كثيرا، كلام الافكار بتاعتكم والايمانيات بتاعتكم فاسدة خالص، تضلون كثيرا. وتحس من كلام المسيح نفسه الناس دي ترجع. أصل الضال يعني واحد ساب السكة وراح مشي في حتة مش هيوصل، محتاج بس يرجع. يعني ما حكمش عليهم بالهلاك، لكن عايز يقول لهم نرجع تاني، زي ما المزمور بيقول ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. يعني لو أنا يا رب إن كان فيها طريق باطل، إن كنت حاولت في اتجاه غلط وانحرفت عن الهدف أو مشيت وراء أفكار غلط، اهديني طريقا أبديا، اهديني يعني ورجعني تاني، أطلب عبدك ورجعني تاني للطريق. لكن دول مع الكبرياء بتاعهم ما بيرجعوش، لأن هم شايفين نفسهم أفضل وجايين يسخروا من المسيح. دول جايين يجربوه ويتريقوا عليه قدام الناس ويقولوا له ايوه، طب هو بيحكوا له حكايه الست والسبع رجال،
علشان يعني الناس تضحك ويتعثر في الإجابة، وممكن يكونوا سألوا السؤال ده للفريسيين وما عرفوش يجاوبوا. يعني هم ممكن يكونوا ده الايه التركه بتاعتهم، يعني ده السؤال بتاعهم اللي بيسألوه. فالسيد المسيح قال لهم: انتوا يا عيني مساكين، لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، ولا عارفين السماء يبقى شكلها ايه، ولا عارفين، وفاكرين ان الله اله اموات. ازاي يعني؟ ازاي بيكلم موسى يقول له انا اله ابراهيم؟ اله احياء، والكل عنده احياء. فالحوارات دي جميله قوي انها كانت حصلت كلها في يوم واحد في الهيكل، وده كان اخر يوم لربنا يسوع في الهيكل مع الشعب يعني. طيب في المزمور الثاني، في المزمور الثاني اللي هو برضو من المزامير المسيانية، بيقول ايه؟ بيقول: الرب قال لي، ده المسيح اللي بيتكلم، الرب قال لي: انت ابني وانا اليوم ولدتك، سلني فاعطيك الامم ميراثك. وقبلها يقول ايه؟ يقول انا، المسيح برضو اللي بيتكلم: أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه. أنا الابن بيتكلم، أقمت، مبني للمجهول يعود على الآب، أقمت منه من الآب، عشان وإحنا بنصليها في الأجبية نصليها صح. أنا أقمت منه ملكا على صهيون جبل قدسه لأكرز بأمر الرب، عشان يقول أنا رأس الكنيسة، أنا اللي هبقى رأس الكنيسة. بالتجسد المسيح جابنا صالحنا مع الآب، وجابنا رجعنا تاني للآب بعد ما بقى ملك، ملك على علينا، ملك على جبل قدسه اللي هي كنيسة العهد الجديد. أنا أقمت منه ملكا على جبل صهيون أنا أقمت منه ملكا على جبل صهيون، على صهيون جبل قدسه. وبعد كده الرب قال لي، شرح الحتة دي بقى، الابن برضو بيتكلم: الرب قال لي الآب: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. واليوم هنا إشارة لحاجة فوق الزمن، مولود منذ الأزل وإلى الأبد. يوم، يوم يعني حاجة لا تنتهي، مش 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 في، مش في الزمن. تاني برضو ده من المزامير المسيانية اللي هو بدايته: لماذا ارتكت الأم متفكرة شوف في البطن. طيب تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. يا رب يسوع المسيح نشكرك لأنك بتفتح ذهننا يا رب عشان نفهم الكتب. ادينا يا رب ان احنا نقرأ ونفهم ونتعلم ونفرح يا رب بكلامك الحلو وبشرحك الحلو، وعنينا تنور وأذهاننا تنور. املأ قلبنا من محبتك يا رب، فنحبك بكل قلوبنا وبكل نفوسنا وبكل أفكارنا وبكل قدراتنا. ادينا ان احنا حياتنا كلها تكون ذبيحة حب ليك يا رب، لأنك انت أحببتنا أولا وقدمت نفسك ذبيحة حب لينا. باركنا وفرحنا من أجل شفاعة أمنا الست العذراء، نجري بركة صوم أبائنا الرسل الأطهار. استجبنا عندما نصلي بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.